السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هنا نهار ديال السبت في الصباح، هنا تقريبا 8 الصباح. كان عندي بعدا واحد الامتحان، مشيت دوزته في الصباح، الحمد لله درت اللي عليا، دوزته مزيان الحمد لله. وهنايا انا كنت كنستعد هنا للامتحان. المهم من بعد ما رجعت للدار حاولت نصاوب الوليدات الغداء ديالهم، هنا نصاوب لهم واحد الطواجين ديال الفرخ. هنا وجدت مطيشه طماطم قطعتها دوائر، خليتها بالجوف ديالها، درت معاها هنايا البصل، استعملت الفلفله حمراء والفلفله خضراء، قطعتهم على داك الشكل، سرحتهم في هذيك المقيله اللي عندي، حطيت فوقهم الفرخ. وهنا استعملت التوابل، هنا خديت واحد نص معلقه ديال السودانيه في واحد الانيه حطيتهم، وجبانيه كذلك. هنا غادي نستعمل زنجبيل واحد المعلقه صغيره، ما غاديش تكون عامره بزاف، شويه. من بعد غادي ناخذ الكمون معلقه صغيره حتى هو، نص معلقه ديال البزار صغيره ما تكونش عامره بزاف. هنا خديت الثوم بودره مسحوق، وخديت الثوم بودره يعني منيله مزيان. من بعد ضفت شويه معلقه ديال الملحه. من بعد هنا خديت صلصه ديال الطماطم، هنا هاد صلصه الطماطم انا مصوبها، كنفرقها على جوج قريعات تقريبا. كناخذ صلصه الطماطم السائله ومعجون الطماطم، كنخلطهم مزيان في واحد الاناء، كنزيد لهم واحد شويه الزيت العود، وكندير معهم ورقه سيدنا موسى باش يبقاو شويه محافظين على الطراوه ديالهم. هنا وجدت هذوك التوابل في واحد الانيه، ضفت عليهم شويه الماء والقزبر والمعدنوس وشويه زيت زيتون مع شويه ديال الزيت نباتي. من بعد غادي نسرح هذيك البطاطا اللي نقيت ووجدتها، كنت وجدتها خليتها في الماء مملح، وغادي نستف هذيك الفلفله اللي كانت بقات باش نزين بها من الفوق. هنا غادي نخلي هذيك يعني الانيه او هذيك المقيله اللي غنطيب فيها، غادي نخليها واحد المده ما نشعلش عليها، نخلي هذوك يعني هذوك العطريه اللي وجدت لي غادي نسرح فوق الفرخ والخضر، غادي نخليه يترقد واحد شويه، عاد من بعد غادي نشعل عليها. صافي، هنا غادي نبدا نفرق هذيك الصلصه على البطاطا، نخليوها تشرب شويه، نخليو الحوت يشرب شويه. صافي، من بعد غادي نشعل على الكميله، غنضيف واحد شويه من بعد ديال الماء، نخليها بين ما تشحرات. كن ندير البوطه يعني شويه تكون مجهده في الاول. هنا زينتها بالزيتون مقطع والزيتون الاخر يعني اللي ما فيهش العظم، وزينتها بالحامض مرقد من الفوق. هنا كتشوفوا هي بدات كتطيب شويه، عندي هاد القميله كتشرب شويه الماء، داكشي علاش كنحاول نضيف الماء باش ما تلصقش. صافي، كنخليها على عافيه يعني نار مهيله. من بعد في الاول ما جهدت عليها، كنخليها بين ما يعني بدات طيب واحد شويه، كنقص العافيه، كنخليها عافيه مهيله. صافي، خليت الكميله كطيب، ومشيت كنوجد الطريقه ديال الزبيب، هو انني كناخذو كنغسلو، كيبغيو هكا الوليدات، كنبغي نلقاه واجد، كناخذ هذاك الزبيب كنرقدو في الماء، من بعد كنسرح واحد الفوطه، نسرح فيها هذاك الزبيب مزيان، كنحاول نشفو ما امكن، نحاول نشفو مزيان باش ما يبقاش فيه بزاف الماء. كناخذ بابي كويزين يعني ورق المطبخ، كنبقى هكا نحاول نشفو، ما تلاحظوا راه كيخرج منه واحد يعني كيكون فيه شويه ديال الاوساخ هكايا. كناخذ هذيك القريعه اللي غندير فيها الزبيب، كنفرش في الاول واحد طريف ديال بابي كويزين، كندير هكا طبقات باش من بعد هذاك يعني داك الماء اللي بقى في الزبيب يتشرب في هذاك الورق المطبخ. صافي، كنخليها على داك الشكل، من بعد نقدر نحيد هذاك الورق اللي بغيت. هنا غادي ناخذ عاوتاني نفس هذيك الفوطه، ونسرح فيها اللوز، كميه اللوز اللي عندي. درت المزهر في هذيك الفوطه، فزقتها شويه بالمزهر، وحاولت نمسح هذاك الزبيب مزيان، هذاك عذرا اللوز. وانتم كما كتلاحظوا كيخرج فيه الوسخ، كيكون فيه شويه الوسخ يعني كنشفو مزيان، كنحيد من هذيك الوسيخات. صافي، كنحطو هانتوما كما كتلاحظوا هنا الفوطه راه هي عامره يعني فيه شويه الوسخ. هنا كنحطو في واحد المقيله، بقى هكايا نمسحو واحد شويه، وهذيك المقيله غادي نشعل عليها نار يعني مهيله، غير بحال غير يسخن واحد شويه يعني غنحمرو غير شويه. صافي، وغنحتفظ به. هنا غادي نشوف هذيك الكويميله فين وصلات.
كناخد معلقه هكايا، كنبدا ناخد من داك البلول اللي كيهبط في الانيه، وكنبقى نرش بها هكا البطاطا باش تشرب داك الماء. صافي، هنا هو اللوز بدا تياخد واحد شويه الحموريه، كنخليه غير شويه ماشي بزاف هكا، كيبقى بهذه الطريقه كيبقى زوين، وكت يعني كتحسوا به مقرمش شويه. ونفس الطريقه غادي نديرها للشوفان، انا ما تنبغيش بحال هكا كيجيني بحال اخضر. كناخدو كنغربلو في هاد هاد الشبيكه الحمراء، وكنحطو في هذيك المقيله، واخا يبان لكم كميه كثيره راه دغيا دغيا كيبدا يتحمر، يعني ما تحمروش بزاف غير بحال غير يتصهد. صافي، كنخليه في هذيك المقيله العافيه مهيله حتى كي يتحمر واحد شويه. هنا غادي ناخد اللوز نحتفظ به، ولكن نخليه محلول عليه حيت كيكون باقي سخون باش ما يرجعش عليه البخار. ومن بعد هذاك الشوفان كنبقى نقلبوه هكا غير شويه مده قليله، غير يعني عيني عليه في ديك الساعه باش ما يتحمرش بزاف. وهنا هي الانيه ديالنا ديال الفرخ هي وجدات. صافي، هادشي اللي كاين. من بعد دزت للتنظيف واحد شويه ديال التنظيف ضروري مع الوليدات، يعني نضفوا لهم شويه فين يلعبوا فين يتحركوا. صافي، هادشي اللي كاين، بقاو معايا ان شاء الله حتى نكملوا الفيديو. كنت خديتها من بيم، كنت وقيلها تقريبا خديتها ب 150 درهم. كنسالي منها كناخدها كنغسل هذيك، كتحيد وكترجع كنغسلها وكنديرها في الشمس. مهم راه في كتساعد على الجفاف الصراحه، ولكن ضروري من داك الكراطه والجفاف يكون ناشف باش نشف به الارض. وهنايا غادي ناخد خل التنظيف، وناخد ورق المطبخ او كلينكس او اي حاجه عندكم، غادي ننظف بها هذيك البوبيل. صافي، كننظفها مزيان بداك الخل وكنعاودها كنشفها. وبالنسبه للكيكه اللي كنت درت داك الاسبوع، راه هي هي اللي كندير لهم كل اسبوع، غير هنايا ما درتش فيها سميده رقيقه، استعملت هنا فقط الفورس، وهنا درت معها الكاكاو نفس الطريقه اللي درت معكم ديك في هذاك الفيديو اللي كان فات، نفس المقادير تقريبا، غير سميده رقيقه ما درتهاش. ها هي كما كتشوفوا الكيكه وجدات هكا، هي غير الوليدات بعض المرات تبغي نديروا لهم شي حاجه ديال الدار، ماشي دائما داكشي ديال الزنقه. صافي، وها نتوما كتشوفوا كيما كتشوفوا داك الكونفيتير اللي كنت صاوبت هذيك الاسبوع، راه هو بقى عندي تقريبا اسبوع وكثر من اسبوع وباقي عندي، بقى زوين يعني ما خسر ما والو، بقى في نفس النكهه ديالو. انا دهنت به الكيك وزينته. ايوا، من بعد صوبنا الوليدات حتى هما يا الكوتي ديالهم كيما كتشوفوا، راه هما تيبغيو ياكلوا هذوك شويه ديال الزبيب اللي صاوبت مع شويه اللوز والكيكه، ودوك الرقائق ديال الشوكولا كيبغيوهم، شويه الحليب. هادشي اللي كاين، وبقاو معايا ان شاء الله نشوفوا التتمه ديال الفيديو. العشاء اختاريت ندير ليهم شويه ديال العدس. هنا قطعت واحد الطماطم، يعني مطيشه وحده فقط، وحده واحد البصيله صغيره قطعتهم لهذا الشكل. وهنا مع الفلفله ما تيبغيوهاش ليا الوليدات، كنحاول ندير لهم هكا ما تبانش ليهم، كنطحنها فلفله حمراء وحده
او نص فلفله تكون كبيره، هنا ثلاثه ديال الرؤوس ديال الثوم، هنا عندي التوابل كمون تقريبا معلقه صغيره، البزار نص معلقه صغيره حيت كنستعمل شويه ديال السودانيه، عندي الكركم، عندي هنايا التحميره او الفلفل الاحمر والملحه وزنجبيل، هنا عندي الربيع يعني قزبر او معدنوس، قزبر ومعدنوس يعني، هنا عندي صلصه ديال الطماطم، صلصه الطماطم كيف ما يعني نفسها اللي استعملت في الطاجين ديال الفرخ، نفسها كندير صلصه الطماطم مخلطه مع هنايا زيت نباتي، عندي واحد الانيه فيها زيت نباتي مع زيت زيتون. صافي كناخذ هاد العناصر كلها وكنطحنها في يعني الخلاط اللي عندكم، كنضيف شويه الماء باش تخلط العناصر مزيان. صافي كنشعل على الكوكوط، على في الاول نار يعني مهيله قبل ما تقلات ليا ديك العناصر كلها، كنضيف هذيك الطماطم مع العطريه اللي عندي ومع شويه ديال الزيت وشويه ديال صلصه الطماطم والربيع. صافي كنخلي دوك العناصر واحد شويه يتقلاو، من بعد هنا غندوز العدس. انا كنت رتبت هكا العدس غير مؤقتا هو لي بات في هاد الميكاس غير بين ما قاديتهم، سديت عليهم هكاك وخليتهم. صافي غناخذ العدس غادي نقيه مزيان ونخليه يترقد واحد شويه في الماء، اي واحد المده قصيره ماشي بزاف، خليه في الماء. من بعد غادي نصفيه، انتما كما كتشوفوا هو صفيته ونضيفوا هذوك التوابل وصلصه الطماطم، نخلي العناصر تقلى هاد المده ومن بعد انا مع الوليدات كنحاول ندير لهم واحد البطيطه وحده، بطاطا وحده وواحد الجزره وحده، نقطعهم هكا مربعات صغيره وكنطيبهم مع داك العدس، كيجيو زوينين صراحه. حتى لما بغاوش الوليدات العدس هكا يقدروا ياكلوا هذيك البطيطه. صافي وغنضيف هنايا، ضفت يعني الماء يعني يكون سخون، ضفتو لهذاك الكوكوط وغادي نسد العدس حتى تقريبا نصف ساعه تقريبا طاب. في الاول كنجهد عليه العافيه ومن بعد كندير عافيه مهيله، المهم هو العدس طاب صراحه جا زوين، قدمته بهذه الطريقه وبصحتكم وراحتكم شهيواتكم، وشكرا لكم على المتابعه.